وريكو لعبها ناحيه اليمين وكره بالعرض ويوقف الكره وتعدي، لكن رايح لها عبد الواحد وتتخطف منه كره، مفيش حد في الجول، يا جوه الجول جوه الجول، غلطه قاتله ويخش يجيب جول. يا ولد يا ولد يا ولد، بقول لحضراتكم لعيبه مباراه صعبه جدا جدا، وجيب جول من كره ومن غلطه قاتله من عبد الواحد السيد. كره غريبه جدا جدا، خالد قمر هو اللي يجيب الهدف في الدقيقه الرابعه. خالد قمر كره ملهاش يعني صاحب، كان يقدر يشوطها وكان يقدر يترمي عليها، لكن خالد قمر يخش يقطعها.